بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن الوقاية من الأمراض الحشرية. الوقاية بالأمراض الحشرية، في الحقيقة الطماطم بتصاب بعدة أمراض حشرية، سواء كانت الأمراض دهية في التربة، سواء كانت الأمراض دهية في على المجموع الخضري والأوراق، ودي طبعا لها النصيب الأكبر، أو كانت على الثمار زي الديدان بتاعة الثمار، تمام؟ فعايزين ندخل في الموضوع ده. هو مش هنقول يعني غير إن إحنا إزاي نقي نفسنا، أو إلى حد ما نحاول نطلع نفسنا من القصة دهية، قصة أمراض الحشرية اللي هي بتكون من أكتر المشاكل اللي بتصيب النبات، نطلع منها بأقل خسائر ممكن. رقم واحد، لو عندك محصول قبل كده حاول تتخلص منه. يعني انت عندك النهاردة طماطم وعايز تزرع طماطم تانية، حاول تطلع المحصول اللي قبل كده وتحاول تحرقه بعيد عن المزرعة بتاعتك. دي رقم واحد، واللي المفروض يعني ألف به زراعة بنكون عارفين. رقم اتنين، المصدر بتاع السماد البلدي بتاعك يكون مصدر كويس ويكون متحلل. الكمبوست بتاعك يكون متحلل. ليه متحلل؟ أنا عندي هنا في أمراض بتصيب الطماطم، أمراض في التربة حشرية. زي إيه؟ زي الجعلز الظهر الجامد اللي أنت شايفه قدام حضرتك في الصورة ده. هو الجعلز الظهر الجامد ده هو بيقرط لي النبات بتاعي من هنا، وهو والنبات صغير. ده بيجي العائل بتاعه الوحيد إيه؟ إن هو بيجي، أو المصدر بتاعه آسف، المصدر بتاعه بيكون إيه؟ بيكون السماد البلدي الغير متحلل، تمام؟ إذن فعشان نتخلص من قصة الجعلز الظهر الجامد دهون، دي اليرقة بتاعته، المفروض بجيب سماد البلدي بتاعي بيكون كويس، والكواليتي بتاعه أو الجودة بتاعته بتكون كويسة. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن أنا أو ممكن يكون عندي برضو اللي هو التاني ده، كلب البحر اللي انت شايفه قدامك في الصورة ده، ده كلب البحر برضه بيعمل لي مشاكل في ان هو بيقرط لي النبات، او قد تكون الدوده القرده. طيب الثلاثه دول يا جماعه، الثلاثه دول اقدر اتخلص منهم؟ اقدر اتخلص منهم. اذا كانت الدوده فممكن نضغط في شبكه الري بالتنقيط بتاعتي ده دهيا، بنضغط فيها ايه؟ بنضغط فيها سولار ديزل، يعني زي الخليج ما بيسميه الديزل، بنخلط فيه حوالي 3 او 4 كيلو ديزل مع ميه الري، ما بيعملش حاجه للنبات ولكن بيخلصني من القصه دهيت الى حد ما. او تحقن حاجه حشري، يعني تخلط حاجه حشري زي الديموسويت او الملاسيون، بتحقنه مع مية الري، فبالتالي بموت لي كتير. بس ما تكترش الري ساعتها، يعني 5 دقائق مع لتر حاجة منهم هتلاقيها ابتدت ايه تروح منك. دي رقم واحد في قصة المشاكل الأرضية، المشاكل الحشرية الأرضية. بعد كده يا جماعة، لو أنا عندي كلب البحر أو الحاجات دهية وما ماتتش، فبنجيب بنعمل طعم سام. يعني الطعوم السامة، الطعوم السامة دي بنجيب 10 كيلو جريش بتاع ذرة شامية، بندششها أو بنعملها جريش كده، أو ردة من بتاعة القمح بتاعنا اللي بنحطها للحيوانات دي، وبنبدأ ناخدها نجيب ملاسيون أو دوم سويت ونبدأ نخلطها في محلول، يعني لو لتر بنحط عليه 2 لتر مية، بنخلطهم كده وبنخلطهم مع الردة، وبنبدأ نحط كبش صغيرة كده المغربية، تمام؟ بنحطهم بعد الري المغربية، بنكبش كده على الخط وأنا ماشي، كل 5-6 متر بنحط كبشة، فبتلاقيها ابتدت تطلع عليه المغرب، حركتها بالليل دايما، بتبص تلاقيها ابتدت تطلع عليه وبتموت في ظرف 2-3 أيام، ما بتلاقيش حاجة. عشان نقي نفسي من الأمراض الحشرية برضو، عندي إيدية. دي ايه يا جماعة؟ دي عرش طماطم، اهوت شجر الطماطم، دي مصابة بالفيروس بتاع تجاعد الأوراق اهو، ولكن طبعا مش ظاهر قوي علشان التغذية كويسة والدنيا ماشية معانا. طيب من تحت اهو كان قد حبيتين صغيرين اهو، كل ما بيطلع فوق بيديني الحباية المضلعة دهية. الحباية طالما وصل فيها التضليعة ديت لا يمكن تكبر يا جماعة، هي كده خلاص هتحمر وهي كده. ابتدأ اهو، فده اتثبت لي بما لا يدعو مجال للشك، يعني ان احنا وصلنا لمرحلة ان ده فيروس، ولابد ان انا اشيل النبات واطلعه بره. ما يصعبش عليك،
ما يصعبش عليك النبات، لان النبات ده هو لو حط عليه 10 حشرات هينقلوها لك من النبات اللي هو مصاب ده هو للنبات الغير مصاب. فبالتالي لازم حضرتك تطلع الحاجات دي مباشرة. تمام. طيب بعد كده يا جماعة بندخل بقى على الأمراض بتاعة المجموع الخضري أو بتاعة الأوراق، إذ كانت وأقواهم وأسوأهم واللي احنا مش لاقيين لها حل لحد دلوقتي. أسوأهم حاجتين، يعني كل الدنيا لها حل ما عدا حاجتين عندنا في الطماطم اللي هي عاملة لي مشكلة. الحاجة الأولى اللي هي التوتا أبسليوتا، وطبعا التوتا أبسليوتا عامل لها فيديو بتكلمنا عليه، ولكن برضو نذكر ان احنا المصدر بتاعك في المشتل يكون كويس، دي رقم واحد. رقم اتنين بالنسبة للتوتا أبسليوتا، مصدر الشتلات يكون كويس رقم واحد. رقم اتنين بالنسبة للتوتا أبسليوتا يكون عندي المكافحة دورية، بحيث ان انا ما حاولش اوصل التوتا أبسليوتا توصل لحشرة كاملة. حشرة كاملة دي أو فراشة يعني يا جماعة يعني أصعب النهاردة المكافحة بتاعتها جدا، يعني طول ما هي رقة ممكن نستخدم المبيدات الحيوية أو نستخدم أشد المبيدات سمية، مفيش مشكلة إذا كانت الطماطم عندك صغيرة. اللي بيعوقنا وبيكتفنا وبيعمل لنا مشاكل لما الطماطم بتكون كبيرة، وإن أنا دخلت في مرحلة جمع بقى ديت بتفضل تعمل لي مشكلة كبيرة أو بتأرقني. تمام. لأن ببص على فترة التحريم والحاجات دي. طيب طالما هي صغيرة، لا طالما هي صغيرة اعمل اللي انت عايزه، ما فيش أي مشكلة خالص إنك انت إن شاء الله يعني إن شاء الله تطلع بنتيجة ممتازة جدا. تمام. طيب وهي يرقة عندك مبيدات كبيرة، الأفانت هيجيب نتيجة كويسة مع الفيرتيميك، الاثنين اخلطهم مع بعض ما فيش أي مشكلة خالص. ها عندك الكوراجين مع السايبامسترين مثلا أو اللمبادة، ما فيش أي مشكلة اخلطهم مع بعض. عندك دخل مبيدات منظم نمو زي الرنر، ده ممتاز جدا ان هو هيعمل مشاكل للحشره ان هي يعمل لها عدم انسلاخ، او الماتش برضه هيعمل لي للحشره عدم انسلاخ، وبالتالي هتفضل يعني طالما هي في طور اليرقه هتفضل كده طور الحشره، يعني مش هتنسلخ من الطور اللي هي فيه للطور الاخر. ده بالمعنى الفلاح البلدي الخالص يعني. تمام. يعني لو عندك طفل بقى بيوقف نموه عيل ما بيكبرش كده، الواد ده واقف نموه، هي اللي هي هتفضل كده برضه، هيوقف نموها على طول بالمبيدات دهيت. طيب لو انا عندي فراشه كامله يا جماعه بان يصعب المكافحه بتاعتها، ولكن احنا بنشتغل بالمبيدات البستروديه البيروثريدي او المبيدات الفوسفوريه او المبيدات الفوسفوري زي الكلوروبيروفوز، ده مبيد فوسفوري بيموت لي الفراشه. اللي عندي الافسكت برضو شغال على حرشفيه الاجنحه اللي هي بتاعه التوتا ابسليوتا. عندي برضو يا جماعه بالنسبه لي الافانت برضو هيجيب، لا قصدي السايبامسترين هيجيب لي الفراشه، كل الحاجات ديت هتجيب لي في الفراشه وهتكون كويسه جدا جدا جدا. تمام. يبقى احنا التوتا ابسليوتا واتكلمنا عن الطور اليرقه فيها وطور الحشره، وقلنا ما نوصلهاش لان هي توصل لطور الحشرة الكاملة. أحاول أحصرها وهي لسه هنا، هي موجودة ولكنها مش موجودة ميتة. إذا فأنا دلوقتي بدخل البيت ما فيهوش أي فراش، شايف الجديد بقى الجديد ما فيهوش حاجة، وليه؟ لأن إحنا قدرنا نسيطر تحت. تمام. تعال شايف ديا أهي شايفة أهي تبين على الكاميرا أهي. تمام. هنشيلها كده أهي. وقعت موجودة، ولكن هي موجودة ولكنها ايه للأسف موجودة، ولكنها يعني محصورة لسه في الطور بتاع اليرقة، مش هنقلق منها طالما احنا شغالين بالمبيدات بتاعتنا. تمام. ده اللي بنقول. خد بال سيادتك في حاجه، في تاني في طبعا الذباب البيضاء وخصوصا في الخريف، دي المفروض تترش يوم ويوم، المفروض بتترش عندنا يوم ويوم
ده في الحقول المكشوفة. أما في البيوت المحمية قد يعني يستغرق الموضوع كل 3 أيام بنرش رشة، زي حاجة زي الكلورا برايد، حاجة زي الأدميرال. الأدميرال ده يا جماعة برضو منظم نمو أو منع انسلاخ بالنسبة للذبابة البيضة، من أفضل المبيدات بتاعة الذبابة البيضة الأدميرال، لأنه منع انسلاخ بالنسبة للذبابة البيضة، بوقفها على طول. تمام، أقدر أقول لحضرتك أن أنت لا يمكن تشتكي من الذبابة البيضاء أو من الأمراض الفيروسية إذا ابتديت تكافح التوتا أبسوليوتا. ليه؟ لأن التوتا أبسوليوتا في المكافحة بتاعتها سواء الحشرة أو اليرقة أو أي طور فيها بيبقى المكافحة تقريبا كل 3 أيام أو كل يومين بالرش رشة، وبالتالي بيحصل عندي ان الذبابه لا يمكن تيجي، لانك انت بترش اساسا مبيدات من اخطر المبيدات واقواها، فبالتالي ما بتخافش من الذبابه البيضاء. يعني اللي عايزين نقوله ان احنا طالما بنكافح التوتا ابسوليوتا يبقى مش هنكافح لا الذبابه البيضاء ولا هنكافح عندي الديدان، سواء الدودة ورق القط أو الدودة بتاعت السمار، مش هتلاقيهم أبدا. وطبعا دي عن تجارب. أما إذا ما كانش عندك توتا أبسوليوتا ده طبعا مش موجود خالص، فبتضطر تكافح الذبابة البيض. دي الأمراض الحشرية والحاجات اللي احنا بنحطها في بالنا اللي ممكن تحصل لنا في بالنسبة للوقاية من الأمراض الحشرية. أمراض الحشرية عندك منها المن، عندك منها الذبابة البيضة، عندك منها اللي هي الثقب المص، عندك الجسد، كل الحاجات دي ملهاش اي تأثير يذكر طالما انت بتكافح في التوتا أبسوليوتا. اللي عايز اقوله ان حضرتك ما تشغلش نفسك بالحاجات دي، طالما انت بترش التوتا أبسوليوتا ما تشغلش نفسك باي حاجة حشرية تانية الا الحاجات الارضية اللي بتظهر في الارض. وبعض الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي انت اي اصابه عندك حصلت بتاخدها وبترميها بره وبتحرقها علشان ما تنتقلش العدوى من نبات كويس لنبات تاني. بتمنى ان احنا نكون يعني وفقنا في ان احنا قدرنا نوصل المعلومه عن الوقايه من الامراض الحشريه. معلومه اخيره بس، الامراض الحشريه ممكن نرشها كل اسبوع مره، ده في الشتاء. اما في الصيف لا يمكن اي حاجة هتنفع عندك اذا ما رشتش يومين والتالت لازم ترش رشة ما بين المبيدات اللي هي اللي بتشتغل على الفراشات واللي بتشتغل على اليرقات، وندخل برضو بينهم حاجة زي الادميرال لو في ذبابة بيضة ولا حاجة ما جاتليش مع مبيدات التوتا أبسوليوتا، مع اني لا اعتقد اطلاقا وانا بقولها وبكررها، طالما بتكافح التوتا أبسوليوتا ما تهتمش باي حاجه حشريه تانية، لان المبيدات بتاعتها اللي احنا ذكرتها هتخلص لك على كل حاجه تلاقيها. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.